Here we go then, time to get this match going. With the Amperoise, في لارينيون. جزيرة قريبة من مدغشقر. هذه تصديدة! ما يرحمش السنغالي. موسى كوناتي تغلط تدفع. كوناتي سدد. موسى يا موسى. كرة موسى في المرمى. هدف مفاجئ. غلط الملقاشي والسنغالي سدد. موسى كوناتي. موسى يعلن عن تقدم الاسود. ولد اسود التيرانجا. من هذه الغلطة باسكال والكرة في المرمى. مباشرة سددها موسى. شوف الإعادة مرة أخرى. تفاجأ بها الحارس راند رايانا. الخطأ الكبير يكلف مدغشقر هدف. وهدف أكيد سيمنح المنتخب السنغالي الحرية في التحكم في المباراة. بعد دقائق أولى كانت صعبة. شفنا حماس ورغبة والضغط من جانب الفريق الملقاشي، ولكن الخبرة تلعب دور كبير. مدغشقر. ساديو ماني كرة من مانكيد للسنغال المرشح الأول في هذه المجموعة. يعيد بالدي كرة في مناطق مدغشقر تبعد من باسكال رساق. يرجع من جديد يستعد ساديو ماني للتنفيذ. ساديو ماني كرة البرد إلى ضربة مرمى لصالح منتخب مدغشقر. ترجع كرة من جديد لمنتخب مدغشقر. كوتوالي مالالا راكوتوالي مالالا مالالا يلعب كرة لنومين شانهاري. نومين شانهاري محاولة للمنتخب الملقاشي. المراوغة الحارس والتعادل. التعادل للمنتخب الملقاشي. المنتخب الملقاشي يخترق دفاعات السنغال. واللعب فوافي مهاجم مصر المقصة يعدل الكفة. هدف التعديل في اخر لحظات الشوط الاول. باولا فوافي يسجل الهدف التاسع لي دوليا مع منتخب مدغشقر. مع المنتخب الملقاشي منتخب الباريا. شوف الاعاده مره اخرى. مراوغه من راكو تواري قام بعمل كبير. عمل ممتاز. المراوغة والكرة يضعها في المرمى. النتيجة 1-1. هدف التعديل في آخر لحظات الشوط الأول. كرة حركت الملعب البلدي ملعب ماما سينا. الشوط كان في طريقة لينتهي للسنغال، ولكن مراوغة كانت دو عام 2000 تصفيات 2000 في غينيا من نيجيريا. لم يغيب عن التصفيات منتخب مدغشقر. كايتا بالدي سددها الثاني. الهدف الثاني عن طريق المرابيا. المرابيا انا موجود يقول كايتا. كايتا يسجل ثاني هدف السنغال بعد تحرك ممتاز. امتلك واختار التصويب. اختيار كان في محله. كايتا بالدي مر وسدد. كايتا بالدي سجل رابع اهداف الدولية مع اسود التيرانجا في اللقاء رقم 21. كايتا بالدي ولد في كاتالونيا، تربى في البرسا، انطلق في ايطاليا مع لاتسيو، لعب مع موناكو موسم ماضي فريق فرنسي، وهذا الموسم تواجد مع الليتر. سجل كايتا بالدي المرابيا. فوافي صاحب هدف منتخب مدغشقر في لقاء اليوم. كرة خطيرة. هدف عكسي. خطأ كبير من جوميز. خطأ كبير والكرة تصدم بمدافع السنغال. 2-2 هي نتيجة لقاء المنتخبين قبل 3 سنوات هنا في ماما سينا. خطأ
خطأ كبير يكلف منتخب السنغال، هدف ثاني في مرمى غلطة ألفريد جوميز، كرة لم يحسن التعامل معها. النتيجة تغيرت ومنتخب مدغشقر يرجع للمباراة. شوف الإعادة مرة أخرى، هو تصور الحارس جوميز خلاص الكرة لبرا، تابعها تابعها اللاعب البديل أندريا ماتسينورو. أندريا ماتسينورو اللاعب اللي خدمه كان بوافي. ماتسينورو ماتسينورو اللاعب اللي سجل هدف في مرمى السودان. أندريا ماتسينورو